تزداد المؤشرات على وجود ضغوط أمريكية قوية تمارس على بغداد بهدف إقرار قانون الحرس الوطني وإضعاف الحشد الشعبي. آخر معطيات هذا الموضوع أظهرت تأكيدات نيابية أن ما يقارب 5 شروط أمريكية وضعت مقابل القضاء على عصابة داعش الإجرامية. هنا قيل إن واشنطن تسعى لتقليص عدد مقاتلي الحشد إلى 60,000 مقاتل فقط. الحديث عن اتفاقات سرية أو اتفاقات يعني بين الأمريكان والحكومة العراقية، نحن لا نستطيع محاسبة الحكومة إلا على ما يظهر ويطفو إلى السطح. إذا كانت الحكومة بصدد القبول بهذه الشروط، واللي من ضمنها شروط من الناحية القانونية يجب أن يكون للبرلمان كلمة فيها، فأكيد أنه يجب أنه بالضرورة، يعني اليوم لا تستطيع الحكومة أنه تقرر بالنيابة عن البرلمان، عن مجلس النواب تحديداً. الشروط الأمريكية تضمنت موافقة الحكومة الاتحادية على الأقاليم والفيدرالية وانتشار قوات أمريكية مجدداً بمناطق عراقية وملاحقة من تسميهم الولايات المتحدة بالميليشيات. قلنا مراراً وتكراراً أن الأمريكان ومن يلف لفهم ومن يحذو حذوهم لا يريدون لأبناء الحشد الشعبي أن يتصدروا يعني قائمة المنتصرين في هذه الحرب، الحرب ضد داعش، ولا يريدون العراقي أن يستقر، وإنما هذه الشروط هي شروط تعجيزية لا يمكن للعراقيون أن يقبلوها. هذا وتعاقبت ردود الأفعال السياسية والدينية والشعبية المناهضة والرافضة لشروط أمريكا الخمسة بوصفها مقدمات لتقسيم البلاد إلى 3 أقاليم وسحبه إلى إتون حرب طائفية. جملة وتفصيلة رفضت الشروط الأمريكية لتطهير العراق من عصابات داعش الإجرامية، بخاصة وأن هذه الشروط تبعث بالقلق على مستقبل العراق الأمني والسياسي، كما وأنها تهدد السلم الاجتماعي. عمر العامري، قناة بلادي، بغداد.